أهلا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والإعجاب بالفيديو. بعد توبن رئيس أركان الجيش الجزائري يهني فريق بلاده لكرة القدم بعد فوزه على نظيره المغربي، هنى رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة فريق بلاده لكرة القدم أثر فوزه على نظيره المغربي في بطولة كأس العرب بقطر. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يهني الفريق الوطني لكرة القدم بالفوز في المقابلة والمرور للدورة النصف النهائي لكأس العرب، متمنيا لهم مزيدا من الانتصارات. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تعبن قال في تغريدة على تويتر: 1.5 مليون مبروك يا أبطال على فوز المنتخب الجزائري. يذكر أن الفريق الجزائري كسب القمة المغربية ضد نظيره المغربي 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادلهما 2-2 اليوم السبت دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021. أهلا بكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد والإعجاب بالفيديو.